شوف ببدلك فين يا ديكي، شوف ببدلك فين. احنا معشر الانسان مش قادرين ناخد نفسنا من الحر، ما بالكوا بقى بالطيور اللي قاعده على السطح منها للشمس والحر، حتى لو تحت ضليله. تابعوا معانا ازاي نعالج المشكله دي في فيديو جديد على قناه طيور فوق السطح. الإجهاد الحراري بيجيب أمراض كتيرة للطيور وبيخليها ما تبيضش كويس كمان، وأكثر الأمراض اللي بتصيب الطيور من الحر هي الأمراض التنفسية، وبنلاقي الطيور بتلهله ومش قادرة تاخد نفسها، ودي أحياناً بتتسبب في الموت. وعشان نمنع ده في إجراءات لازم نتخذها عشان نحمي الطيور من الإجهاد الحراري. أول حاجة نصحى الصبح كل يوم ننظف المكان كويس ونرشه بالمية النظيفة، ونقدم للطيور حاجات تخليهم يستحملوا الحر اللي جاي. الأكلات دي اللي هنقدمها لهم في الصبح هي الجزر المبشور لما يحتويه من فيتامينات متعددة واللي بتساعد الطائر على تحمل الإجهاد الحراري، وممكن نحط لهم عسل أبيض مع الجزر، مفيد جدا وبيمنع أمراض كتيرة. وبرضه نحط لهم كركديه في المية، ده بيقلل الإجهاد الحراري، وممكن الكمون أو الليمون أو اليانسون يتحطوا في المية بيساعدوا على ترطيب جسم الطائر. ومن الأكلات برضه الخضروات بأنواعها، ونبعد كل البعد عن العيش والشامي الدشيشة العلف، ده طبعا بالنهار، ولما الشمس تغيب ممكن نديهم كل الأكلات دي ونشبعهم عادي بعد ما يكون الحر راح. ونرش في العصرية مية تاني عشان نهدلهم الجو ونرطبه، وياريت نغير المية من وياريت نغير المية من الصباح حتى المساء كل ساعتين عشان المية تبقى باردة باستمرار. وما ننساش نحط المية في مكان مظلل، والأكل كمان عشان ما يتشوش في الشمس مننا. نحافظ على إن يكون تلات أرباع المكان على الأقل مظلل ومهوى جيدا بشبابيك او منه للسماء، وما ننساش المكان يكون واسع وبينهم مسافات متفرقة عشان الحر، واي حاجة ممكن تساعد على ترطيب الجو ليهم لازم نعملها، لانه فعلا الحر ممكن يتسبب في موت الكثير من الطيور. اعمل لايك على الفيديو عشان لو وصلنا ل 295 لايك هنعمل لكم احلى اغاني للفراخ والطيور، واشترك في القناة ونسيبك في امن الله. ولا بنطير كمان يا ديكي شوف.